السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات المسجدة. لسه احنا موجودين في شارع نادي الجمارك، مكملين. جبنا الشارع من بره خالص، من شارع الهانوفيل في الفيديو اللي فات، وجبتلكوا كمان اسعار اول بوابة دخول الشاطئ واسعار كمان الشقق في النادي. طب نشوف بقى كده البوابة التانية، هندخل الشارع اللي جاي ونشوف البوابة التانية. طلباتكم اوامر حبايبي، زي ما جبت لكم شواطئ البيطاش بنجيب لكم كمان شواطئ الهانوفيل في شارع نادي الجمارك. يلا بينا كده ندخل مع بعض. كده مع بعض بسم الله نشوف ده كده تاني شارع، فاكيد هيبقى برضو تاني بوابة. هنا هدوء خالص عن البوابة التانية. بصوا هنا هدوء ازاي. ممكن لنا الاقي بقى هنا كده في الشقق في الشوارع دي كده الجانبيه والبوابه اللي بعدها. انا بوريكم ان مفيش، والشارع هادي جدا. طب نشوف برضو اسعار الشاطئ فيه ايه. هنا الشارع معظمه فيلا او كله فيلا الاصل، بصوا فيلا مش شقق. طب هفصل معاكم ندخل واقول لكم الاسعار بدل ما اطول عليكم الفيديو، هكمل الشارع. بصوا ده كده بوابه 2 الشاطئ المميز، عشان كده جايبينه فاضي. دخول الفرد هنا برده ب 15 جنيه، شامله برده الشمسيه والكرسي وكل حاجه وكل حاجه. بصوا الشاطئ، بصوا والحمامات برضه على التذكره، والحمامات على التذكره وكل حاجه، خلع الملابس او تغيير الملابس. ماشي. بصوا برضه بصوا المايه كمان نضيفه ازاي، عشان ما ندخلش بس كده في الرمله ناعمه. ادي كده كمان شكل المايه، 15 جنيه الفرد وشامل كل حاجه. برضه قبل ما نطلع ادي الناحيه الثانيه برضه شكل الشاطئ الناحيه الثانيه. يلا بينا نطلع. طلعنا. بصوا هو بوابة 2 اهدى من بوابة 1. ليه بقى؟ بوابة 1 كان فيها مش عارفة، كان بوابة 1 كان فيها نادي الجمارك وفي المبنى بتاع نادي الجمارك، وكان فيه عشان عدينا بس الناس. زي ما قلت لكم ان بوابه 2 اهدى من بوابه 1. بوابه 1 كان فيها نادي الجمارك، عشان كده كان فيه دوشه شويه وزحمه شويه عن هنا. هنا زي ما شفنا كده الشاطئ من جوه، معظم كمان هنا زي ما قلت لكم كده فلل. الشاطئ من هنا زي ما قلت لكم كده سعر الفرد 15 جنيه، وشفنا انه هادي فاضي كمان. بصوا الدنيا عامله ازاي هنا. هنا كمان اهدى عشان معظمه كمان فلل. نكمل مع بعض نطلع ونكمل مع بعض نشوف كمان البوابة اللي جاية. بصوا برضو هنا مش بقول لكم معظمه فلل. بصوا بس الشارع اهدى. سألت الحاجة الجميلة اللي كانت قاعدة دلوقتي، قالت لنا ان السعر هنا بيبتدي الايجار بيبتدي من 450، مش ب 450، هو بيبتدي من 450 حسب بقى مكان الشقه. مش هلاقيها طبعا في الشارع هنا، قالت لي كده في الشارع اللي هو نادي الجمارك ده او الشوارع اللي هي مثلا زي كده
قدام كده، بيبتدي من 450. ويبقى فيه كمان ب 600، قالت لي في 650، بس قالت لي هو بيبتدي من 450. هندخل برضو مع بعض البوابه اللي جايه ونشوف برضو اسعارها ايه. بصوا هنا برضو كده زي ملاهي صغيره كده، كنت بقول لكم الشارع فاضي وهادي جوه، لا هي الشقق بتريها بتبقى ايه ورا كده، جار الشقق بيبقى ورا كده في الشوارع اللي ورا دي كده، بس برضو بيبقى قريب من البحر، يعني بتمشوا حوالي 5 دقايق. يوم ما تبقى شقه بعيده هتمشوا 8 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. ندخل بقى البوابه الجايه ونشوف برضو ايه الدنيا فيها. بصوا دخلنا هنا، هنا كده هيبقى مساحات خضراء اكتر. الدنيا هادية، بس برضو الشقق هنا كده، شوف برضو الأسعار. بص البوابة هنا كده، بس شكلها كده مفيش حد. طب تعال نشوف، بحب الاستكشافات معاكم. ده اللي فات، ده اللي احنا كنا فيه، اللي هو بوابة 2. بس ده تقريبا برضه بوابة. يلا بينا نشوف مع بعض. ادي كده الدخول هنا ب 10 جنيه، هي تبع برضو البوابة اللي هناك، بس ده مدخل ليها. فاحنا ندخل البوابة اللي هناك ونقول لكم برضو هي المدخل من هنا كده ب10 جنيه الفرد. اقرب لكم كده بدل ما ندخل بقى جوه. دي البوابة اللي احنا كنا فيها هناك، هي بوابة 2، بس بوابة 2 وبوابة 1 الدخول ب 15 جنيه، هنا الدخول ب 10 جنيه. بوابة جنيه.